هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، وحاول تشترك في القناة كبير لأن الملخص هيكون خطير، وكمان لو شفت الفيديو الأخير هتدعمنا وتقول انتوا أساطير، ولو مش متابعنا انت أكيد فايتك كتير. فيلمنا النهاردة بيتكلم عن القوة، هو واللي ما يعرفش القوة هو أحب أكلمه عن سبارتا، ودي مش هزود فيها، والاسبرتيون، ودول طبعا زي ما قلتلكوا الناس كلها بتفطر عادي، ودول بيفطروا ديناميت، ودول بقى لما بيتولد عندهم طفل لازم يتفحص صح، ولو كان صغير وضعيف او في عيب او مش طالع له سيكس باجز، وللتوضيح يعني اللي ما يعرفش سيكس باجز دي عضلات البطن، ومش طالع له شنب ودقن بيتخلصوا منه ويرموه عشان يموت، وبعد ما يموت بيتحول لهيكل عظمي شبه جماجم الاطفال اللي انتوا شايفينهم دول. هؤلاء القوم من اخترعوا مشروب الشعير القوي الا وهو البريل، ومحدش يجي يقول لي انت عامل اعلان للبريل لان شركه بريل لسه ما تعرفش حاجه عني اصلا. الاسبرتيون دول بقى اول ما الطفل عندهم بيقدر يقف على رجله بيبداوا يعلموه استخدام السيف، ولو ما اتعلمش بياكل ضرب مش هعرف اوصفه لك لانه بيطحن الصراحه، وبيتعلم حاجات كتير واهمها انه اتولد عشان يموت في ساحه القتال وهو بيخدم سبارتا. يعني اول ما اتولد قالوا له شوف يا اسطى انت اتولدت عشان تموت، وبعد ما اتعلم كل ده المفروض خلاص؟ لا ده لسه بدري، لانه بعد ما بيخلص الليله دي كلها بياخدوه من امهاتهم ويدخلوهم مصارعة اطفال لو مات في داهية، ولو عاش بقى اذا هو بقى راجل ويستحق يدخل الاختبار اللي بعده. وايه هو بقى الاختبار اللي بعده ده؟ بيجوعوهم ويجبرهم على السرقة، ولو تطلب الامر مش مشكلة يقتلوا واحد ولا اتنين كده عادي يعني، وبالطريقة دي هو هيكون ختم ليفل الوحش عندهم. وبعد ما بيسرقوا بسبب انهم اجبروهم يسرقوا بيعاقبوهم عشان سرقوا. خلصنا بقى كل اللي حصل ده كله، بياخدوا بقى الطفل ويرموه بالبوكسر بتاعه ان وجد البوكسر كمان في اماكن تلج وبدون ما حد يرعاه، ولو ربنا كرمه ورجع عايش هيفكروا بقى ممكن يقبلوه كاسبرتي من ضمن الاسبرتيون، ولا هيخلوا روحه في السماء بتعوم. بس لحظة بس، نرجع بقى ايه لما بيرموهم في اماكن تلج وساقعه بيحصل لهم ايه؟ بيقابلهم في الاماكن التلجيه دي حيوانات مفترسه مثلا وعاوزه تاكلهم، ولو عاوز يعيش ياكل هو الحيوان ده، وانا من مجرد نظره عين الحيوان ده اعتبر اتكلت خلاص. لكن الواد شاف الذئب فريسته واستدرجه وخلص عليه، بس مش لان الذئب ضعيف، ده لان الواد ده يطلع ليونايدس ورجع لقومه ملك سبارتا وهو طفل. نروح بقى بعد 30 سنة وفي مبعوث فارسي رايح يوصل رسالة ليونايدس، وكان بيخوفهم بشوية جماجم ما يعرفش الاخ ده ان دي عندهم بتكون بتاعة اطفالهم. وليونايدس راح قبله وقال له قبل ما تتكلم خليك عارف ان اي حد هنا بينطق حرف بيتحاسب عليه، وحتى لو مبعوث من الملك، يلا ارغي واعطيني ما لديك. والمبعوث قال له هنديك الارض والمية، واللي رد عليه مرات ليونايدس وقالت له روح العب بايد ياض. والمبعوث قال هو من امتى النسوان بتتكلم وهي الرجالة واقفة؟ فقالت له ده لان نسوان سبارتا هي اللي بتخلي في الرجالة الجامدة فشخ دي. والمبعوث قال له زوركس بيدمر ويسيطر على اي حاجة عينه بتشوفها، ومعاه جيش ضخم لدرجة ان الارض بتتهز وهي ماشي عليها الجيش ده، وقال له اخضعوا ليه ومش هيضطر يقتلكوا وهيوفر لكم الارض والماء. وليونايدس قال شوية كلام كده ما عجبش المبعوث، فوقف قدامه وقال له اختار كلماتك الجاية لانها ممكن تكون كلماتك الاخيرة، وهو اختارها بعناية وقالها بكل وضوح بعد ما شاف نظرة القتال في عين كل طفل سبارتي، ورفع السيف في وش المبعوث وقال له الماء والارض هتلاقي منهم كتير تحت، وده لان للأسف انت اللي مختارتش كلماتك بعناية، ونزل السيف بتاعه. والمبعوث فرح، وليونايدس قال له الجملة بتاعته الشهيرة فشخ: This is Sparta! وبعد كده راح اتسلق الجبل لحد ما طلع لناس جربانة كده واسمهم الايفورز، ودول كهنة مسؤولة عن القرارات اللي اسبرتا بتاخدها. واليونايدس كان محتاج ان المعفنين دول يوافقوا على انه يحرك جيش كبير ويصد بيه الفورس، وقالوا له قبل ما نسمعك هتقدم لنا ايه؟ فادهم شنطة مليانة ذهب وبدأ يقول لهم خطته، لكن رفضوا انهم يخرجوا الجيش ويبدأوا حرب عشان في احتفال مقدس عندهم هيبدأ، وما ينفعش يبدأوا حرب خلال فترة الاحتفال، يعني مش معفنين بس، دول معفنين وخنازير كمان. وحاول يقنعهم كتير لكن استسلموا لفكرة انهم يموتوا وينتهوا بس الاحتفال بتاعهم ما يبصش. لكن ليونايدس قرف منهم ومشي، وشوية الخنازير دول طلعوا مرتشين من زوركس وواخدين ذهب اكتر، ومبعوث زوركس قال لهم لما سبارتا تتدمر هتاخدوا اكتر من كده بكتير، وكان معهم المستشار تيرون وده كان مرتشي زيهم برضو. وتاني يوم ليونايدس جمع كل رجالته وعددهم 300 وكلهم مستعدين يموتوا لانهم رايحين يموتوا اصلا، وصاحب ليونايدس واخد ابنه معاه، وليونايدس قال له ابنك لسه صغير وممكن يتجوز ويكبر اسم عيلتك، لكن صاحبه قال له عندي غيره كتير وهيعملوا المهمة دي، ابني عاوز يموت في الحرب. وقبل ما يتحركوا تيرون خد كام واحد من مجلس الشورى وراحوا يمنعوه يتحرك للحرب لان الحاجات دي رفضت ولازم يتبعوا القوانين وما ينفعش يخالفوها، فقال لهم انا مش طالع للحرب ولا حاجة، ده انا بمشي رجليا شوية ودول 300 شخص اللي هم حراسي الشخصيين، انما الجيش بتاعكم لسه عندكم.
واليونايدس راح ودع مراته اللي خد منها درعه، وودع ابنه اللي خد منه خوسته، وقبل ما يمشي مراته اديت له العقد بتاعها وقالت له ارجع مع درعك او انت عليه، فسابها ومشي. اللي هو ايه، تصدق انت واطيه وبنت كلب؟ مشي بدون ما حتى يفكر يودعها. وده لان الوداع للضعفاء، والضعفاء مش في سبارتا. وبداوا رحلتهم وقابلهم داكسوس ومعاه شويه رجاله، وقال لهم احنا عاوزين ننضم ليكم ضد زوريكس. وكملوا طريقهم مع بعض لحد ما شافوا قريه محروقه وكل اللي فيها مقتول عن طريق الفرس، ودخل عليهم طفل وقف قدام ليونايدس ووقع فشله، والطفل قال كل حاجه انتهت لانهم وصلوا مع الوحوش المظلمه وقتلوا الكل وبعدها مات. يا سلام، انت كنت بقى عايش عشان توصل الرساله دي وتموت؟ وال300 سبارتي شافوا شجره متعلق عليها كل اهل القريه وهم اموات، وده زاد 300 سبارتي كره ومتشوقين للحرب، وزاد داكسوس خوف لانه مش محارب في الاساس هو ورجالته. وال300 سبارتي مشوا في ممر ضيق عشان يقابلوا الفرس فيه، وبسبب ان الممر ده ضيق هيكون عدد الفرس ملوش لازمه قدامهم ويقدروا يصدوهم، لان العدد اللي هيخش قبالهم هيبقى قليل برضه. وفي اول طريقهم شافوا جيش عملاق من السفن اللي بتهجم عن طريق البحر، لكن الدنيا مطرت والبرق بيبرق والرعد بيرعد والامواج بتضرب بقوه ولا تبالي لحد ما دمرت كل السفن. وال300 فرحوا، لكن ليونايدس كان عادي متحمس لما هو قادم. ومرات ليونايدس قابلت واحد من اعضاء المجلس في سريه عشان شك ان في حد خاين، والعضو ده قال لها اغلب الاعضاء هيأيدوا ليونايدس وهيطالبوا بانهم يتبعوا بالجيش وراه، ولكن يعني لازم انت تكلميهم وهعمل كل اللي اقدر عليه عشان اجمعهم لك وتقدر تكلميهم. والسبارتيين اتسللوا وشافوا جيش الفرس، وكان منظر يعني ملوش حل لان كان ليهم اول بس مش باين لهم اخر. وداكتوس خاف من اللي شافه، لكن السبارتيين كانوا فرحانين لانهم هيقتلوا كتير قبل ما يموتوا، وكانوا مبسوطين قوي. وتاني يوم الاسبرتين قتلوا فرقه استطلاع من الفرس وحطوهم في الجدار اللي بنوه، وفي واحد راح لهم ومعاه جيش عشان ينتقم، لكن دراعه اتقطعت كبدايه وامروا يرجع ويعرف الملك بتاعه ان الحرب مش سهله. والاحدب ده راح لليونايدس وقال له على طريق الفرس لو استخدموها يحوطوهم، وكان لابس خوذه ودرع اسبرتي، وده لانه لما اتولد امه ما حبتش انه يموت فهربت بيه هي وابوه، لحد ما كبر وورث درع ابوه وطلب من ليونايدس يشارك في المعركه معاهم عشان ابوه يكون فخور بيه. وكان متحمس قوي انه هيحارب، لكن لانه هيضيع وضع الحماية بتاعهم ليونايدس رفض، وده لان كل سبارتي بيحمي اللي على يمينه وعلى يساره بدرعه، ولو في نقطة ضعف واحدة هتبوظ وضعية الدرع والفرقة كلها هتتفكك. واعتذر له وقال له انه مش هينفع يشارك معاهم، وقال له لو عاوز تساعد ابقى عالج المصابين او شيل الجثث من طريقنا، وسابه ومشي. والاحدب اتضايق ورمى درعه وتوعد لليونايدس، وفجأة الارض اتهزت تحتهم وعرفوا ان الفرس بيجهزوا نفسهم، وكانوا فعلا رايحين عليهم بجيش عملاق بطريقة مرعبة، لكن العدد مش مهم لانهم في مكان ضيق. وال300 سبارتي جهزوا نفسهم وخدوا وضعية الدفاع، وفي واحد امرهم يستسلموا لكن ده كان ردهم. شايفين منظر الجيش قبال الجيش كان عامل ازاي؟ حاجة كده لا تذكر. وبدأوا المعركة اللي خدت منهم وقت طويل، وكانوا بيفتحوا التشكيل بتاعهم ويقتلوا الصف اللي قبالهم لحد ما يوصلهم صف جديد، واستمروا على كده لحد ما بقى تحتهم جبل جثث، واللي باقيين كانوا قليلين فالسبارتيين اتفرقوا طلعوا تسلوا بيهم، والناس دي كانت خايفة منهم فرموهم في النهر وفكروا نفسهم انتصروا، لكن في كمية سهام اترمت عليهم من كترها حاجة بتضوء الشمس، فخدوا وضعية الدرع. والسهام دي كانت بالنسبه للسبارتيين سلاح الجبناء لانها بتقتل من بعيد، وكانوا بيضحكوا قوي وفرحانين لحد ما السهوم خلصت ونظموا صفوفهم تاني وخلصوا على جيش فرسان كامل. والعضو ده قال لمرات ليونايدس المجلس هيسمعك بعد يومين، وسيرون لازم تضمني حليف ليكي لانه هيرفض، وبكده الجيش مش هيتحرك، لان لو عضو واحد رفض يعني خلاص كده كل حاجه باظت. وليونايدس عرف ان قائد الفرس عاوز يقابله ووافق، وصاحبه قال له بلاش، وليونايدس قال له لو قتلوني الجيش كله هيتحرك، ادعي انت بس انهم يكونوا اغبياء ويقتلوني. وراح قابل زريكسيس اللي خدمه كانوا بيعملوا نفسهم سلم ليه عشان ينزل، وكان معجب بريونايدس واللي عمله في المعركه، وقال له بس كل ده عادي لاني معايا جيوش اكبر من كده بكتير، وطلب منه يستسلم وينحني قدامه، وقال له لو عمل كده هيعينه ملك على اليونان كلها. وريونايدس قال له انا عندي مشكله في ظهري من كتر ما قتلت رجالتك والله، فمش هعرف انحني خالص. وزريكسيس اتضايق وقال له انه هيمحي اليونان دي من العالم وهيحرق كل الكتب اللي بتتكلم عنها، والاجيال الجديده مش هتعرف اي حاجه عنها. وريونايدس قال له العالم هيعرف ان مجموعة قليلة قتلت جيوش كبيرة، وكمان الملك اللي بيقول على نفسه مفيش منه اتنين هينزف. والاسبرتيون عملوا سور عملاق باجسام الفرس اللي ماتوا، والفرس اللي هجموا عليهم بمجموعة المفروض انها ما بتتهزمش ويعني مرعبين، وكان فيهم وحوش، لكن الاسبرتيون وقعوا عليهم جثث اصحابهم وضموا جثثهم لجثث اصحابهم لانهم خلصوا على كتير جدا منهم، لكن في يعني بعض الاسبرتيون ماتوا. والجيش ده حرر الوحش، واليونايدس هو اللي دخل يحاربه، وكان الموضوع صعب لدرجة ان
انه اتجرح في وشه، بس بعدها قتل الوحش ده وقطع راسه. وزراكسيس شاف اعظم قوه في جيشه وهي بتموت على ايد 300 اسبرتي، وبعدها قتل جيوش وجيوش وكان فيهم حيوانات وحوش، وما كانش بيهمهم حاجه لان كل ده كان بيموت قدامهم، فلجأوا للسحر، لكن جيش السحر برضه خسر قدامهم وكلهم اتقتلوا. وزراكسيس لما كان بيغضب من القادة بتوعه كان بيسلك راسه من جسمهم. والاسبرتيين انتصروا في معركه ضد الافيال لحد ما استينوس ابن صاحب ليونيدس مات من ظهره بالغلط وراسه وقعت جنبه، واللي شاف المنظر ده كان ابوه، فساب التشكيله الدفاعيه ودخل يقتل اي حد يقابله، وكان بيقتل بانتقام والغضب مليء، ومسك ابنه حزن يعني عليه، كانت صرخاته قويه لدرجه انها خوفت العدو. والاحدب راح للفرس وقال لهم على الممر الخفي عشان يحوط الاسبرتيون مقابل انه هيبقى محارب فارسي وياخد ثروات كتير، وتيرون عشان يوافق يقف في صف مرات ليونيدس في المجلس طلب منها طلب مش لطيف، وهي وافقت عشان تنقذ جوزها، والاسبرتيين بداوا يعالجوا جروحهم. ومجموعه داكسوس راحت ليونيدس وقالوا له ان الاحدب عرف زاريكسوس الممر السري، وبكده المعركه خلصت، وليونيدس رفض ينسحب وداكسوس انسحب برجالته. وليونيدس قال لرجالته هيا بنا الى الموت يا رجال، احنا ما بنستسلمش وهنموت اكرم من الهروب. وصاحب ليونيدس قال له انا قلبي اتملى بالكره وهاتولي معركه ناو. وليونيدس بعت ديليوس اللي اتصف في عينه عشان يرجع ويكلم المجلس ويعرفهم اللي حصل وعشان برضه قصتهم تعيش، وبعت معاها العقد بتاع مراته عشان يرجعه لها تاني. وهي دخلت المجلس وبدات تكلمهم وقالت لهم حبه كلام في الصميم، كلام من اللي بيوجع اللي ما يتوجعش، وحسستهم انهم ما عندهمش دم. وبعدها كلهم وافقوا على ان الجيش يتحرك، لكن الخنزير تيرون قام وبوظ كل كلامها وقال عليها انها اغوته عشان يقف في صفها، وهزقته شويه ومرمطت بكرامته الارض، وبعدها سحبت سيف من واحد من جنبها وخرمته بيه. كان احلى خرم في الحياه، انا حسيت ان اتبسطت بالخرم ده. ولما مات وقع منه فلوس مرسوم عليها زاركسيس، وده معناه انه قبض عشان يخون، والمجلس عرف وخلاص يعني كده ايه هيحركوا الجيش. وزاركسيس واخد جيشه ورايح معاهم في معركته الاخيره مع ال 300 اسبرتي، وكان محاوطهم وطلب منهم يستسلموا او يموتوا. وليونيدس وافق يستسلم وقلع خصته ورماها، وزاركسيس فرح وقف كده، وليونيدس رمى درعه وقال للاحدب اتمنى تعيش للابد. والاحدب شكله كان ندمان، وليونيدس رمى رمح ونزل على ركبته، وزاركسيس فرح، لكن ليونيدس امر رجالته تهجم وفتحوا التشكيل وقتلوا قائد الجيش. وبعدها الفرس ضربوهم وبداوا يقتلوا منهم، وليونيدس خد رمح وضربه بكل قوته على زاركسيس وشقله حته كده في وشه ونزف جامد، لكن بعدها ال 300 اسبرتي ماتوا وهم بيقاوموا. وزاركسيس اتهز من الخوف بعد ما اتجرح في وشه، وليونيدس استقبل بحر سهوم في جسمه بكل سعاده، وديليوس وصل لمرات ليونيدس وعرفت انه مات خلاص. وبعدها راح يكلم المجلس وقال لهم ان ليونيدس كانت امنيته بسيطه، وهي انكم تفتكروهم، وجمعوا جيش تحت قياده ديليوس وحكى لهم قصه ال 300 اسبرتي وقال لهم احنا دلوقتي 10,000 اسبرتي و 30,000 يوناني. هو اي نعم العدو اكتر مننا بنسبه 3 لكل واحد، بس يلا بينا نموت، هم عارفين احنا عملنا فيهم ايه قبل كده. المهم الجزء ده بيبدا بحرب حصلت من 10 سنين قبل احداث الجزء الاول، وهي الحرب دي اللي كانت اساس كل اللي بيحصل. قولوا لي ليه؟ هقولك لان كان في ملك فارسي سمع ان اليونان بلد قويه وهو كان قوي جدا، فقال ازاي يكون في حد قوي وانا موجود، فقرر انه يهجم عليهم، وكان معاه جيش يفوق عدد الجيش اليوناني 3 اضعاف. لكن قبل ما يلحقوا يرسوا بالسفن بتاعتهم لقوا الجيش اليوناني في وشهم، ودي كانت خطه المقاتل سيمستوكليس. سقفوا لي عشان الاسم ده يا جدعان، بس انا على النامج لا والله لا تسقفوا لي. المهم كانت خطه المقاتل ده انه يهجم بالجيش اليوناني، وخدهم على غفله وخلص على كل اللي نزلوا على الشاطئ، وده قبل ما يفكروا يستعدوا، وعمل معاهم الصح وخلصوا عليهم كلهم، واللي لسه في البحر مذهولين من اللي بيحصل، وكل افكار النصر اللي كانت في دماغهم بدات تتبخر لان سيموستكليس حب يمحيها لهم خالص مش مجرد تبخير. وقرر انه يجيب الملك داريوس، وده ملك الفرس في شوال، وجاله الفرصه المناسبه لحد عنده لما لقى الملك في السفينه اللي قدامه ولقى القوس تحت رجله، فقرر انه يرشقه فيه سهم، والسهم انطلق في رحله كفاحه ومشي طريق طويل وهو عارف طريقه، ورشق في صدر الملك اللي ابنه زاركسيس كان واقف وراه عشان يسنده، قرر انه هينتقم لموت ابوه. وسيموستكليس عرف انه المفروض انه يقتل زاركسيس عشان ما يرجعش ينتقم، لكن اكتفى بنظره وسابه يروح. ويعني معلش تنويه بسيط كده، يعني الاسامي دي يا جدعان صعبه، فلو غلطت في اسم محدش يتنمر عليا، ما اعرفش اشمعنى الاسامي من قله الاسامي اللي في الدنيا. المهم والملك داريوس وهو نايم في فراش الموت استدعى امهر واحده من جنرالاته ارتميس، اللي جمالها يحسسك ان قلبها طيب، لكن لا يا عزيزي، اللي قلبها طيب دي هتبهرك خلال احداث الفيلم، وده لانها مخلصه لملكها وكمان بتحبه. قال لابنه
وزاركسيس قدامها اياك تغلط غلطة ابوك وسيبه ينام في حالهم وبلاش تجر شكلهم لحسن القطة تخربش ايدك. وارتميس حبت تريحه من عذابه فشلت السهم من صدره ومات. وبعد كده بدأت تلعب شبه الشياطين في عقل زاركسيس عشان ما يسمعش كلام ابوه واقنعته انه ينتقم له وبعتته في رحلة في الصحراء وهو ملفوف بقماش معين على ايد كل الصحراء اللي عندهم ومشي لحد ما وصل لكهف الكهنة والكهف ده عملوا معاه الصح عملوا معاه الجلاشة والجلاشة دي كانت سحر وحاجات ملناش دعوة بيها. المهم يعني هو خرج شبه عمود النور كده وزي الرسم بتاعه كان لباس هو الباس يعني كل الطول العمود اللي انتم شايفينه ده هو الزي الرسمي بتاعه الباس بس. وتعالوا اصدمكم في ارتميس اكتر لانها قررت تلعب في عقل زاركسيس لوحدها وقررت انها تخلص على كل اتباعه اللي بيثق فيهم قبل ما يرجع. وعملت المهمة دي بايدها الحلوة دي لحد ما بقاش في اي حد ممكن يثق فيه غيرها وهو بقى شبه اللعبة في ايدها وخلته يخاطب جيشه وقال لهم لازم المجد يرجع بالحرب وكل ده كان كلامها وهو لعبة في ايدها. ومن الناحية التانية مجلس الشورى اليوناني بقى خايف ومنهم اللي بيقول الحرب ومنهم اللي بيقول التفاوض ومنهم اللي بيقول الاستسلام وهوب نزلوا مسكوا في بعض وكانت مدعكة يا باشا لحد ما سيموستيكليس طلع وقال لهم لو اتفاوضتوا او استسلمتوا مش هتشوفوا غير الذل والاهانة وكمان الموت ومفيش قدامنا اي فرصة غير الحرب وجهزوا نفسكم وانا هروح عشان اطلب الدعم من جيش الاسبرتيون وده لان جيش اليونان كله في كوم وجيش الاسبرتيون في كوم تاني خالص. وزاركسيس ماشي بقوة مهولة ومليانة حيوانات عملاقة عشان تساعده في حربه. أرتميس راحت له قالت له المبعوث اللي انت بعته ليونيدس لسه مرجعش لحد دلوقتي وطبعا كل اللي شافوا الجزء الاول عارفين ايه اللي حصل في المبعوث ده واللي ما عرفش انا قلت لكم روحوا شوفوا الجزء الاول برضو يعني بس انتوا ما بتسمعوش الكلام بعمل لكم ايه انتوا ما بتسمعوش الكلام انتوا ما بتسمعوا الكلام تبسطون. ودول الاسبرتيون وكانوا عاملين حفلة على طفل منهم ولسه عاوز يثبت رجولته ونازلين في طحن وعجن وده تمام بسيط بس يعني حاجة كده بسيطة جدا عشان يثبت رجولته هما تحس ان هم بيقتلوه مش بيدربوه. وسيموستيكليس وصل عندهم عشان يكلم ليونيدس على الحرب لكن قالوا له انت جيت متاخر لان مبعوث الفرس كان هنا وعرض علينا عرض ما حدش يقدر يرفضه وهو انه هيسمح لنا نعيش في ارضنا ونشرب من ميتنا متخيل كرمه يا جدع لكن احنا تعاملنا مع مبعوث وخلاص والليدي الامرايا دي مرات ليونيدس راحت لسيموستيكليس وقالت له مفيش اي تعاون بيننا وبينكم واحنا هنعرف نحمي نفسنا حلو. وارتميس استجوبت واحد من الاسبرتيون الاسرى اللي معاها فردوا عليها ما عجبهاش فخلصت عليه بكل بساطه وقالت لجيش هيجهز عشان الهجوم لكن هم كانوا خايفين من الاسبرتيون وليونيدس قائدهم. واحب انبهكوا لحاجه هنا انا لما بقول اسبرتيون ده جيش ليونيدس انما لما بقول يونانيون ده جيش تاني خالص تحت قياده سيموستيكليس. المهم ان ارتميس شافت واحد من جيشها واقف ساكت وواثق في نفسه قوي فما ارتحتلوش وشكت انه جاسوس وده لان جيشها كله يعني شويه عيال يعني هيتيا فلما يبقى في واحد واثق في نفسه قوي في وسط يعني شويه جيش هيتيا كده لازم يتشك فيه انه جاسوس وهو فعلا كان جاسوس وخلص على عدد كبير من جيشها ونط في البحر. ولما هرب منهم راح قابل سيموستيكليس وقال له على كل اللي شافه وان قادتهم اصلها يوناني. وسيموستيكليس طلع عارفها وعارف قصتها وهي انها شافت جماعة يونانيين هجموا على بيتها وهي صغيرة واغتصبوا امها وقتلوا ابوها قدام عينها وبعد كده ضربوها ورموها في سفن العبودية لسنين لما اسيادها زهقوا منها رموها في اليونان. هم مش رموها كرم اخلاق يعني هم رموها عشان تموت لكن كان في مبعوث فارسي شافها وهي خلصانة بين الحياة والموت فخدها عشان يربيها ودربها حلو على استخدام كل انواع الاسلحه لحد ما وصلت لمرحله ان محدش يقدر يقف في طريقها وهي لسه طفله ومن وقتها اتعهدت انها ترجع اليونان عشان تشوفها بتولع مش اكتر. وتاني يوم ارتميس بدات الهجوم الاول عن طريق البحر وبعتوا اول مجموعه من سفنهم تحت قياده الجنرال بنداري وسيموستيكليس بدا يشجع رجالته لانهم قليلين جدا بالنسبه للجيش اللي دخل عليهم وقال لهم اهم حاجه في المعركه انك ما تتقتلش في اليوم الاول. وبعد كده شافوا سفن الفرس العملاقه ومن كترها ما ينفعش تتعدى وكانت داخله عليهم في منظر يخطف القلب والموج كان قوي جدا من وراها ومن كترهم ولان السفن طويله بشكل مبالغ فيها سيموستيكليس بدا يستهدفهم من النص عشان يدمر سفنهم بكل بساطه. وفعلا لما عمل كده خطته نجحت وبدا يدمر فيهم سفينه ورا الثانيه بنفس الاسلوب لحد ما خلص على اول كتيبه كانت داخله عليه وانتصر في المعركه الاولى. بس هو ده هيوقف ارتميس يا عزيزي المشاهد؟ لا والله ما هيوقفها لانها اتضايقت من الجنرال بنداري لان كتيبته خسرت فحطت في ايده حديد ورميته في البحر وده بقى اللي هيحصل لكل واحد كتبته هتخسر. وبعد كده وقفت قدام جنرالاتها وقالت لهم مين عاوز يتطوع للهجوم التاني وكلهم بدأوا يلفوا وشهم او ما يبصوش في عينها عشان ما تاخدش بالها منهم وتختار واحد يعني منهم. نفس الشغل اللي كنا بنعمله في ابتدائي لما المدرس بيبدأ يسألنا اسئلة وكالعادة اللي بيكون في اول الصف هو اللي بيتقفش دايما فهي قفشت اول جنرال قدامها واسمه كاشاني ولانه ما كانش بايده حاجة قال لها
انا طب ماشي. ولما دخل لمعركته كان شايف سفن اليونانيين قدامه وفجأة اختفت في الضباب اللي في الجو، ولما حب يطاردهم لقى نفسه لبس في صخور وسفن كتير من عنده اتدمرت لانه دخل بين منحدرين، وفجأة اليونانيين هجموا عليهم من فوق ونزلوا عملوا معاهم الصح، وبعد معركة طويلة شوية خلصوا عليهم كلهم وما تبقاش غير قائدهم اللي خد واحدة زيس إز سبارتا بس يعني بالشكل اليوناني شوية. ولما حب يتسورج عملوا من اطرافه طبق سلطة بشرية بالضفادع ودمه كان عبارة عن عصرة الليمون على طبق السلطة. وارتميز زعلت مش لانها بتخسر جنود، دول مش مهمين عندها لان عندها كتير منهم، هي زعلت عشان شكلها بقى وحش بس مش اكتر. وعشان كده بعتت مبعوث لسيموستيكليس عشان تقابله في مكان محايد في البحر، وهو وافق وسلم سلاحه وراح معاه، وهي قابلته ورحبت بيه وبعد كده طلبت منه يستسلم لانه مالوش فرصة في الانتصار في المعركة دي، ومقابل استسلامه هتعينه القائد من قائد جيوشها وكمان المساعد بتاعها، لكن هو رفض فهددته بالسيف. وبعد كده رجعت لعائلها وامرت الحراس يرجعوه، ولما رجع قال لرجالته المعركة الجاية جايز تكون اخر معركة لانها هتهجم بكل قوتها، وفعلا هجمت بسفن قوية جدا ومفيش حاجة تقدر تدمرها، وكانت بتاخد سفن اليونان في طريقها كأنها لعبة، وكانت بترمي نفط في البحر عشان تفجر اللي حواليها، وكمان هي اللي كانت ماسكة قيادة المعركة الاخيرة، وبعتت شوية جنود عشان تلهيهم وما ياخدوش بالهم من اللي في البحر. ولما اتشغلوا في معركتهم معاهم استخدمت القوس بتاعها وضربت الرجل اللي كان واقف معاها على انه جاسوس لليونان بسهم في رجله، والتاني في بطنه، والتالت في صدره، ووقع وهو بيودع قدام عين ابنه اللي كان حزين جدا عليه، وقبل ما يموت قال لابنه يحارب لاخر نفس، وملحقش يحزن على ابوه لان البحر بدا يولع بسبب اللي الفرس بيرموه فيه، والسفن اللي فيها النفط دي انفجرت، فعملت انفجار ضخم دمر كل سفن اليونان ومنهم السفينه اللي سيموستيكليس عليها، لكن ما ماتش لانه لما وقع في المايه فاق وشاف سمك عملاق بدا يقوم قدامه عشان ياكل جثث الضحايا، والسمك ده كان مرعب جدا، ولما خرج من المايه شاف البحر قدامه عباره عن بحر دم، فراح عشان يودع صاحبه اللي خلاص بيموت وقال له موتك مش هيروح في الفاضي يا صاحبي، وصاحبه قال له كلمه في ودنه قبل ما يموت، ولما مات ابنه سال سيموستيكليس هو قال لك ايه، فقال له هتعرف في الوقت المناسب. طب افرض ماتي هيعرف امتى يعني ان ايه التناحه دي؟ طب انا هموت واعرف. طيب انت الفيلم بتاعي هيخلص وانت مش هتقول له انا عاوز اعرف اعمل ايه؟ ما تقول له خلاص يا عم، الفضول ده حاجه وحشه يا جدعان. وفي نفس الوقت ال 300 سبارتي ماتوا وهم بيدافعوا عن اليونان من اتجاه تاني خالص، وكده اليونان بقت بدون اي دفاعات، وزوركسيس خلاص شاف انه كده احتل اليونان وهو حس انه برنس قوي لانه عمل اللي ابوه ما قدرش عليه، وبعت الاحدب بسيف ليونايدس لبلده عشان يعرفهم ان ال 300 سبارتي ماتوا، وهو رايح لهم في الطريق سيموستيكليس عرف اللي حصل مع ليونايدس، فبعت داكسوس وده واحد من اللي كانوا مع ليونايدس عشان يوصل خبر تضحيه ليونايدس لكل راجل يوناني عشان يضحي وينضم للجيش، والاحدب وصل عنده ومعاه سيف ليونايدس، وسيموستيكليس خد منه السيف وقال له روح بلغ الملك بتاعك اننا مش هنستسلم. وبعد كده راح قابل مرات ليونايدس تاني وقال لها انه عاوز الجيش الاسبارتي كامل ينضم له، لكن هي رفضت فساب لها سيف ليونايدس وقال لها انتقمي له. والفرس بداوا يحتلوا في اماكن في اليونان ويدمروها ويقتلوا شعبها ويحرقوها، ومعامله كده قمه في القسوه، والاحدب راح للملك ووصل له الرساله وقال له على المكان اللي اليونان هتحارب فيه، والمكان ده كان هيكون فيه معركتهم الاخيره وهيكونوا تحت قياده سيموستيكليس، وارتميس قررت انها هتروح معاها جيشهم كامل عشان تنهي المعركه دي، لكن زاركسيس منعها من انها تروح عشان ده ممكن يكون فخ، لكن هو ملوش لازمه بالنسبه لها وراحت تعمل اللي في دماغها برضه. وسيموستيكليس راح للحرب وهو معاه عدد بسيط جدا من الجنود، وده لان محدش وافق ينضم له، لكن قرر يدافع عن بلده باخر نفس فيه، ودخل المعركه وهو عارف انه هيموت لانه تقريبا كده كان رايح بست سفن مقابل الجيش ده كامل، وارتميس رايحه متوعده بقتل سيموستيكليس وكلها كره وحقد مالي قلبها ليه. والمعركه بينهم بدات وكانت معركه مفيش فيها وجه مقارنه خالص، وارتميس دخلت هي كمان عشان تشارك فيها وقتلت كتير من اليونانيين وهي كلها كره ليهم، وسيموستيكليس كان معاه حصان على سفينته وبدا يستخدمه ودخل في وسط المعركه وكان ماشي يقتل في اي حد في طريقه، قتل كتير جدا لحد ما شاف ارتميس ودخل في وسط النار عشان يوصل لها، وفعلا وصل عندها وحصانه مات وقتل كل حراسها، وبعد كده دخل في معركه قويه معاها وكانت قويه جدا وبتستخدم سفين، لكن على مين يا مرا ده انت وليه يا سهرانه، وكلت بوكس في وشها بس ده ما منعهاش من انها تجرحه في رجله، والمعركه فضلت شغاله بينهم لحد ما هما الاثنين حطوا اسلحتهم على رقاب بعض، ومن الواضح انها حبته ومش عايزه تقتله، وهو كمان حبها ومش عاوز يقتلها، وده لانهم معجبين بمهارات بعض في المعارك غير انها مزه يعني. وفجاه قطع صمتهم ونظراتهم لبعض صوت البحر وهو في سفن كتير بتتحرك عليه ورايحه للمعركه، ودي السفن دي بقى كانت سفن الاسبرتيون يا ساده، وكانت تحت قياده الليدي الاماراية دي مرات ليونايدس، وكل اللي فات ده حماده واللي جاي حماده تاني خالص. ومن هنا ستبدا المدعكه، وسيموستيكليس ضرب ارتميس وثبتها بسلاحه، والبحر كامل بقى مليان سفن اسبرتيون ويونانيون وحاجه كده منظر يقشعر الجسم، وزيروكسيس بيتفرج على اللي بيحصل من بعيد، ولما شاف
كده ألم مهرب أنا بقى. وسيموستكليس قال لأرتميس لسه الوقت ما فاتش عشان تهربي وتأمري أساطيلك بالاستسلام، لكن هي كانت ست قوية ومفترية واندبندد وومن واختارت الحرب، فعبالها السيف طلع من الناحية التانية ومرات ليونادس نزلت في وسط المعركة وهي تحس إنها يعني أجدع من أي راجل وشغالة قتل في أي حد يقابلها وحاجة كده عنب، وراحت لسيموستكليس بقى عشان تكمل المعركة معاه، والموضوع كان صعب جدا على الفرس. وطبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس واللايك الجميل، وكمان برضو ما تنسوش تخشوا على القناة الجديدة بتاعت انمي في كلمة ونص وتدوسوا اشتراك برضو وتفعلوا زر الجرس وتدوها اللايك الجميل.